مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم معنا في حصتكم كل يوم طبخه. اليوم ان شاء الله الى ربي سهل رايحين نديروا مع بعض كمقبله خبز. اخترت لكم خبز المورق بنكهه هريسه والاروع، معاه كطبق رئيسي طبق الذره بصدر الدجاج المحشي بالجبن. طبق ولا اروع، رايحين نشوفوا معايا المقادير ونواصلوا مع بعض الكيفيه. نبداو بالخبز. الخبز مقاديره سهله جدا. نحتاجوا 500 غرام فرينة كما راكم تلاحظوا، نحتاجو حبه واحده نتاع بيض، نحتاجو مغرفه سكر عادي. المغرفه هنايا المقصوده هي مغرفه تاع العشاء، مغرفه خماره تاع العجين، ومغرفه نتاع العشاء كذلك حليب بودره، ونحتاجو مغرفه صغيره هريسه. هذه بالنسبه للمقادير. ونحتاجو كذلك نص مغرفه تاع عشاء ملح. هذه بالنسبه لمقادير الخبز. اكيد احنا في طريق التحضير نعاودو المقادير مع بعض فيما بعد كي نكملوا الخبز. تشوفوا معنا الطبق الرئيسي. نجيبوا العجان، نعاودوا فقط قلنا 500 غرام فرينة. ندو منها 500، هذه فيها 1 كيلوغرام، معناتها ندي النص ديالها. هكذا نظن باللي ديت النص ديالها. عينك هي ميزانك ولا وزنيها؟ معليش. هكذا هنا نغربلوها. نحطوا لها باقي المقادير، قلنا 500 فرينه. هنا عندنا مغرفه نتاع خماره العجين، مغرفه حليب بودره، مغرفه سكر عادي، مغرفه صغيره هريسه، وحبه بيض. معناتها المقادير راهي واضحه. نحطوا كلش مع بعض، معناتها كل المقادير مع بعض. مغرفه سكر، مغرفه خماره، مغرفة حليب بودرة، هنا نديرو شوية هريسة. هذه تعطيها جو هايل، تعطيها واحد النكهة مميزة شوية. هكذا درنا كامل المقادير. دوكا واش بقالنا؟ نحتاجو شوية مدافي، المدافي والملح. هنا نشوفو، نديرو الماء ونشوفو، نعاونو شويه العجان. دركا واش يخص هذا الخبز؟ خصو نص كاس تاع لاتاي زيت زيتون، والاهم في هذا الخبز نص كاس تاع لاتاي زيت زيتون. نديرو الملح، الا خاصك الماء تزيدي. دوك انا باغي فقط نعاون العجان باش يعجنها لي شويه، ماشي بزاف، ما يعجنهاش بزاف وما تخمريها. تزيدوا شويه ماء، طريقه بسيطه. الاخوات راهم يسالوا، يقول لك كيفاش قالت السيده يعلى بلي خبز مورق؟ نتكلموا على كيفاش يتورق. يتورق بالمارغارين او زبده. هنا راني عندي هنايا 100 غرام تاع مارغارين، تخليها بعد اللي يخمر الخبز. بعد ما عاونت العجان نخليها يدلكها شويه. هذه احبابنا كان الخبز. نعاودوا فقط مقاديره بسرعه باش اللي يلتحقوا بينا متاخرين نعاودوا لهم. درنا 500 غرام فرينه، حطينا لها حبه بيض،
مغرفه سكر عادي، مغرفه خماره تاع عجين، مغرفه صغيره هريسه، نص كاس تاع لاتاي، زيت زيتون مع ملعقه صغيره كذلك او نص ملعقه كبيره ملح. هاد العجنه تتلايم بالماء دافي، معناتها تعجن واحد شويه ونخمروها عادي، تخمر مرتين نكسروها. هذه بالنسبه للخبز. نروحوا دوكا للطبق الرئيسي ديالنا اللي هو نحتاجوا له الذره ونحتاجوا كذلك صدر الدجاج. بالنسبه لهذا الطبق قلت لكم بنين يعجبني بزاف وحبيتكم انتم ثاني تكتشفوه وتذوقوه. مقاديره بسيطه، نجيبوا فقط صدر الدجاج من الثلاجه. يلا مع بعض. هنا كيما راكم تلاحظوا معايا عندي طرف تاع صدر الدجاج، ابيض الدجاج عندي ثلاثة، نتوما على حساب العائلة تقدري ديري اثنين، تقدري ديري واحد، كيما تقدري ديري ثلاثة حتى الأربعة على حساب العائلة. نحيت له كامل العظام صدر الدجاج. الأخوات راهم يتسألوا يقول لك إلا نقدروا نديروه بالسكالوب؟ نعم تقدري ديريه بشرائح الديك الرومي، نعم ولما لا. جيبوا فقط مقص، شلحوا هذا البابي فيلم هذا. هنا نحتاجو قلنا صدر الدجاج، نحتاجو بصل ما يكونش مفروم باللغب باش ما يطلقش الماء، نحتاجو علبة ذرة مصبر، هاي ليك مايس ذرة مصبر، نحتاجو سنات ثوم، نحتاجو زنجبيل الطازج، قرفة عود، نحتاجو كذلك هنايا مغرفة تاع شا سمن، كيما نحتاجو كذلك زوج مغارف زيت، ونحتاجو فلفل أسود مع الملح. هذه بالنسبة للمقادير الطبق هذا. كما نحتاجو في هذا الطبق كذلك الفرينة، معناتها في هذا الطبق نحتاجو الفرينة. راح نتوكلوا على ربي ونبداو. المرة الأولى راحين نسخنوا الطنجرة ديالنا. نحبسوا هذا شويه باش هكذاك تسمعوني مليح. قلنا الطنجره ديالنا نديروها تسخن، نحطوا لها مغرفه سمن وزوج مغارف زيت. هنا نحتاجوا زوج مغارف زيت مع مغرفه سمن. هاد الزيت والسمن واش راح نحطو لهم؟ راح نحطو لهم صدر تاع الدجاج يتحمس، لكن بعد ما نديرو له هاد الطريقه هادي اللي حنديرها. شوفوا معنا مليح، نجيبو فقط صحن نحطو فيه شويه فرينه. هكذا دركا هذا ندردرو عليه شويه نتاع الملح، شويه فقط باش ما يجينا الصامت. ونديرو له فتحات كي الجيب، نديرو له كشغل بوش جيب هكذا باش تفهمونا مليح. دوك من بعد تفهموا علاش هكذا. شوفي معايا قلنا باش ما يجينا الصامت على هذه راني ندير في الملحه هكذا، ونغبروا هذه كي السردين كي الحوت هكذا في الفرينه هكذا بهذه الطريقه. نفضيها مليح هكذا، نعاودوا ثاني الاخر. قلنا تقدري ديري وحده، تقدري ديري زوج على حساب مقدورك وثاني على حساب العائله. هذه الطريقه عجبتني، جربتها ثاني في الدار وقلت نمدها لحبابنا اللي راهم يشوفوا فينا هكذا. لازم تطبر فرينة بصح تنفضيها.
شوفي معايا كش راني نفتح، بصح راني ندردر الملح خاطرش الزدر بذاته صامت هكذا. تكون سخنه الطنجره تاعنا وحطيهم يتقلاو مع تقليبهم من حين لاخر هكذا. دوكا احنا خلوهم يتحمسوا شويه، كي تقلبيهم حطي البصل، كي تقلبيهم حطي البصل. نعاودوا مع بعض، قلنا شدينا صدور تاع الدجاج، هنا صدر واحد تنحي منه زوج مرصوات ملح، معناتها هنايا ديت الصدر ونص باش هكذا تفهموني. هكذا فتحته كي الفتحه كي الجيب، دردرت عليه الملح وغبرته في الفرينه، تنفضيه وتقليه في مغرف سمن وزوج مغارف زيت. بعد تقليبه من حين لاخر، من بعد نزيدوا حبه بصل مفرومه، نخلوها تتحمس شويه ومن بعد نضيفوا لها الماء الساخن. الكميه تاع الماء الساخن تغطي فقط صدر الدجاج، معناتها ما نكترش، ونحط له علبه الذره او مايس مصبر نهاوليك امامكم، وتحطيهم يطيبوا مع بعض يتجمروا وتتبليهم. تتبيله الطبق هي عباره عن زنجبيل الطازج، قرفه عود ما تكملش الطياب، غليه زوج نحوها باش ما تمدش القو بزاف، عندنا سينات ثوم ثلاثه فقط تبقى حب حب. هذه بالنسبه للتوابل الطبق ديالنا. من بعد رايحين تشوفوا كيفاش يرجع لنا طبق مليح وبنين ومحشي بالجريار، راح تشوفوا فيما بعد اكيد. انا راح نخلي الخبز يكمل العجن ديالو. هنا حطيت البصل، نخلي البصل تتحمس شوية، نسخن الماء، دوكا راح نحط باقي المقادير. ثلاث سنينات ثوم، عود قرفه ما يكملش الطياب، شويه تاع الملح باسكو درنا في الدجاج، شويه زنجبيل طازج. نقطعوا قطعة صغيرة فقط، قشروها شلوها ونحطوها لداخل. زنجبيل الطازج معروف باللي صحي 100% وبنين في نفس الوقت. قطعة صغيرة هاي ليك، حطينا المايس وحطينا كذلك الثوم سنينات، فكروني فقط بالقرفة باش ما تكملش الطياب مع الطبق ديالنا. هنا راني محضرت له الماء الساخن، لازم نمرقوه بالماء الساخن. الماء هنايا حد الدجاج، معناتها باش ما يجيكش مايه بزاف. شوفوا معايا حد الدجاج يكفي، ما نكثرلهاش الماء بزاف باش ما تجيش مايها، تجينا طبق بنين. نخلو الدجاج يطيب وبعد نحوه. ملاحظه هامه، ما تخليش الدجاج يروح فيها كاع في الطياب، حذري. من بعد نحيوه باش نحشيوه ونعاودو نقلوه بلا شابليغ، يجي يهبل بالجنجلان ولا شابليغ، طريقة تهبل. نحيوه نعمروه بالجريير ومن بعد نغبروه في الفارينة ثم البيض ثم خليط ما بين شابليغ وجنجلان ونقليوه، يتقدم مع المايس.
انا عجبني الكو تاعو، دقته في واحد المطعم وطلبت الوصفه تالمو عجبني، وحبيت مشاهدينا الكرام وعشاق قناه سميره يتذوقوا معايا، ان شاء الله يعجبهم. هنا نخلو الطبق تاعنا يطيب وحنا نخمروا الخبز تاعنا. هنا شديت اناء دهنته بشويه تاع الزيت باش نقدر نخمر فيه الخبز ديالي. دوكا نحي الخبز، نحي العجنه ونخمرها. نخلو الخبز يخمر وطنيجرتنا طيب ونمر الفاصل ثم نواصل.